حدا داير لنا الصداع. السلام عليكم بعدا. الخوت مساء الخير عليكم بعدا، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. انتما الخوت، هنا كاين واحد المزرعه ديال واحد السيد كتشوفوه كي يدير الزرع ديالو منشغل. المهم كل هاد انتما كتشوفوا شي بريركات هنايا ديال اصحاب الناس ساكنين هنايا وعندهم كارين هاد البلاصه من لاكومين باش يزاولوا الانشطه ديالهم الثقافيه الفلاحيه. الخوت وتكلمت معاه على هذه المزرعه هذه وعطاني بعض المعلومات، قال لي بان لاكومين هي اللي كاريه اليوم هذه الارض هذه باش يزولوا فيها المهنه ديالهم او الهوبي ديالهم، يعني داك الهوايات ديالهم. وفي نفس الوقت عندهم واحد الشرط شرطه عليهم لاكومين. شوف هاد الناس، الشرط اللي شرطه عليهم لاكومين شنو هو الخوت؟ وهو انه حسب ما قال لي يزرعوا شويه الورد الورود. ورا الخوت شرط عليهم انهم يزرعوا الورود. يعني شرط عليهم يزرعوا الورود باش يكون داك يبان هذاك الحقل ديالهم جميل. واللي غنتفاجئ بها الخوت وهو انه دائما ملي كندوز من هنايا كنوريكم لي فاز، وقلت لكم بان لاكومين سهره واحد السهر على هاد سميتو لي فاز. هاد الايامات اللي فاتت كدرت واحد الفيديوهات فيهم ملي كان فصل الخريف وفصل الشتاء ما كانش هاد لي فاز كانوا خاويين، وملي جا فصل الربيع داروا فيهم واحد الورود واحد المده، وهما دابا حيدوا دوك الورود ديال هذيك المده وكربلوا هاد سميتو هاد لي فاز انتما كتشوفوا، وغادي وزرعوا فيهم سميتو زرعه اخرى اللي غادي تنوض في هاد الايام من هنا شي كان جور، على حسب ما قال لي هاد السيد هذا لان ما عندهم الخبره بانها غادي تعطي ورود جديده. فانا اللي كنتسائل فيه علاش الجماعه هاد الناس الجماعه الحضريه كدير هاد المسائل هادي، واش على سود عيون هاد السكان، ولا واش عندهم ان دوفوار كينطبق عليه رحم الله من عمل عملا فاتقنه. يعني الى بغينا نقولوا رحم الله من عمل عملا فاتقنه، هاد الناس هادو بعيدين كل البعد من هاد المساله هادي. باسي ميرسي ميرسي. وإلا بغينا نتكلموا على حاجه اخرى غادي نقول لكم انا اللي غنستافد من هاد العمل ديال هاد الناس، وهو عندهم في القلب ديالهم الصدق. الصدق يعني من هنا ل 15 يوم غادي نوض ان شاء الله هذاك الورود، وغادي ندير لكم فيديو على هاد يعني الكماله ديال هاد الفيديو هذا، باش الكلام ديالي او الكلام ديال داك السيد نشوفوه يعني نشوفوه صوره، ما بقاش غير صوت ولا صوره.
الى هنا اخوتي نودعكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم.